ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ نعم. بالنسبة إلى إذا أنا جيت المسجد متأخر مثلا وفاتتني الفريضة صلاة الفرض وتنفلت لحين ما يجي حتى أن يصلي جماعة، فحصل أنا أثناء التنفل فجاء حد المسجد واقتدبي في الصلاة، اقتدبي في صلاة الفرض، فأنا لما سلمت من النفل فهل يجوز لي أن اقتدبي في الفرض أم ماذا أفعل؟ هو صلى معك؟ هو نعم صلى معك ولا أقام جماعة؟ هو صلى، هو صلى، أنا متنفل ولم أصلي الفرض. إيه؟ أنا لم أصلي الفرض، فكنت في انتظار أن يحضر شخص لكي أصلي معه الفرض ولم يحضر، فصليت نافل في الأول، صليت سنة في الأول، فحضر أثناء صلاة السنة حضر شخص وصلى معي بنية الفرض هو بالنسبة له هو. نعم. فأنا سلمت من ركعتين وهو أكمل صلاته، بالنسبة لي أنا لم أصلي الفرض، ماذا أفعل في هذه الناحية؟ هل يجوز لي أن أقتدي به كإمام؟ صلي الفرض. نعم صلي الفرض بعد ذلك. لا أصلي لوحدي أم هل يجوز لي أن أقتدي به؟ لوحدك أحسن. عفوا يا شيخ محمد ما سامع الصوت. أقول لوحدك أحسن. لوحدي أحسن؟ ها؟ أي نعم. لا يجوز لي أن أقتدي به. مو بلا يجوز، أنا قلت لك أحسن. أيوة. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. معنا مكالمة. شكرا جزيلا.